لذلك جاء أن أنس مرة صلى فكبر 3 تكبيرات فقط فنبه فرجع وأعاد الصلاة وصلى وكبر 4. فهم الفقهاء أنه أعاد الصلاة فكبر 4، فقالوا فكبر 4 أي أعاد التكبيرات كلها، ما يدل على أنه أعاد الصلاة. فمن تعمد ترك ركن من أركان الصلاة كعدد التكبيرات 4 وهو الأقل، أو ترك الفاتحة أو الدعاء وما سيأتي بعد قليل فإنه أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متعمدا بطلت صلاته. هل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ الفقهاء يقولون يكره الزيادة على الفاتحة، لأن السنة في صلاة الجنازة الإسراع فيها وعدم الإطالة، ولكن الصحيح أنه يشرع لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وبقل هو الله أحد، لكن لا شك أنه لا يشرع التطويل للإمام أكثر من ذلك، يقرأ شيء طويل لا يشرع. طيب بعد ذلك بعد التكبيرة الثانية يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها صفة الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، ولا يجوز التلفيق فيها، وإنما يجب أن يؤتى بإحدى الصيغ، ولا يزاد على الصلاة الإبراهيمية بشيء مطلقا، من زاد من أهل العلم ولو كلمة لا يشرع، مثاله زيادة كلمة أو زيادة دعاء. زيادة كلمة بعض الناس يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، نقول لا، هذه زيادة كلمة ولا يجوز. زيادة جمل ذكر بعض الفقهاء قال أنه يقول بعد هذه الصلاة اللهم صلي على الملائكة الطيبين، قالها القاضي أبو يعلى، ونقول أيضا هذا غير صحيح، بل يجب الوقوف عند النص. من أهل العلم من يقول في الصلاة الإبراهيمية إنه لم يرد الجمع بين الصلاة على النبي وآله وعلى إبراهيم وآله، ولكن اعترض على ذلك بأنه قد ثبتت رواية بذلك.